السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده بإذن الله هنحل مشكلة بتقابل كتير من الناس، هو ان هو بيسجل على مواقع كتير وبعد كده بينسى الباسورد بتاعه على هذا الموقع، ولما يجي يدخل مرة تانية على الموقع بيلاقي الباسورد بتاعه موجود على شكل نجوم. طب انا عايز افتكر الباسورد عشان احفظه عندي، هنحل الموضوع ده مع بعض ازاي؟ لو انت حابب تعرف تكشف الباسورد اللي موجود على شكل نجوم تابع معايا الفيديو للنهايه. طيب على سبيل المثال انا كنت في موقع مثلا من المواقع التعليميه اللي هو موقع الثانويه العامه، ده انا كنت مسجل عليه والتسجيل بتاعه ده يعني من فتره بعيده جدا، يعني تقريبا كنت مسجل من سنه 2004، وطبعا الباسورد بتاعه انا نسيته والباسورد موجود على شكل نقط، ممكن تلاقيه في مواقع تانية موجود على شكل نجوم. طب انا عايز اكشف الباسورد اللي موجود على الموقع ده، بمنتهى البساطة كل اللي هتعمله هتقف على الباسورد وتروح واقف وتعمل حاجة اسمها فحص وتنتظر، هيظهر معاك الصفحة الجنب التاني بالصورة ديت. تمام كده، هنيجي عند كلمة اسمها كلمة باسورد. لو حضرتك لاحظت هتلاقي الكلام هو كلام متظلل، فانا هروح ضاغط على كلمة الباسورد دي واظللها. بعد ما اظللها امسحها عن طريق الضغط على مفتاح باك سبيس اللي موجود في لوحة المفاتيح. تمام كده، فكده انا مسحت كلمة باسورد. هدخل بقى مكانها بمنتهى البساطة كلمة تيكت. هبدأ اكتب كلمة تيكت TEXT. بعد ما كتبت كلمة تيكت هضغط على مفتاح انتر. تمام كده هوت، واعمل اغلاق للصفحة، اعمل على اغلاق اللي هو كلمة كلوز. كده هتلاقي ان الباسورد بتاعك ظهر قدامك. تمام، فبعد كده هتاخد الباسورد ده تسجله في مكان امين، تبقى انت عرفت الباسورد بتاعك اللي كنت مسجل بيه على الموقع. الموضوع ده بسيط وممكن تعمله في اي موقع من المواقع اللي انت سجلت عليها تقول ونسيت الباسورد بتاعها. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهارده هيكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنسناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناه، لان ده بيدعمنا كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.